محمد بسيوري امامية، نانا بوكو منطلق معاه عمرو طارق، بوكو طارق، بوكو طارق داخل ال 18، سند عدل لنفسه هيسدد والتسديده والهدف الاول. نانا بوكو، نانا بوكو ولد الكرات دي ما يتسابش، ممكن يستنى عليها كل هدف، نشوف تاني وتالت هدف من الاهداف الجميله. لاعب صاحب ال 22 عام اللاعب الغاني، شايفين السنده دي هي اللي كانت مفتاح الهدف، عملها على طول ولفها فين؟ هناك في اقصى الزاويه اليسرى بعيد من اللي واتحط، مفيش تسلل هنا، يلمس الكوره تبقى خطيره، لكن برافو بسام والمرمى خالي وممكن جول، ممكن جول يا نانا، يا نانا يا بوكو يا لعيب. كوره الهدف الاول وكوره الواحد صفر اللي هتخلي اللقاء على ايه؟ هيبقى ناري، هيبقى ناري ناري للفريقين اللي بيمثلوا المنظومه العسكريه. اتحاد الشرطه الحالي بيلعب الركنيه على طول بالقدم اليسرى، توجيب الراس ومحاوله، هوبا يا سلام سلم، الشبكه بتتكلم. ينجح فريق نادي اتحاد الشرطه في ادراك اتعرف التعادل، تصيبه اللاعب نانا بوكو. واحد الرجاء واتحاد الشرطه اكثر من مره. عادل يلعب عكسيه، لسه الخطوره داخل منطقه الجزاء، فاول غير موجود، ادي جمعه، جول 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 بوكو، نانا بوكو يا عود. اتنين بتروجيت، اتنين اتحاد الشرطه، ادي الاعاده، ادي جمعه لم يكن في وضعيه تسلل، يسيبها يسيبها لنانا بوكو بوجه القدم داخل الشباك معلنا عن العوده من بعيد جدا. الايسر احمد كمال بسيوني صاحب افضل اللاعبين او انشط اللاعبين، وتصويبه خطيره خطيره، جول 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 جول، بقول انشط اللاعبين واخرى. بص بسيوني عمل مشوار ازاي، بص الاسيست جميل ازاي، والراجل استلم مع الدوران مع التصويبه، حلو حلو حلو، لكن بسيوني اسيست رائع، والاستلام هو الجول، الدوران هو الجول، والتصويبه الجميله. هيحافظ على الكوره، بيعرف هنا طبعا فؤاد سلامه هيلعب الكوره. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، ده الكوره وهو والمرمى، ونانا 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 ونانا، وخلاص خلاص نانا. لكن بص شوف الثقه، بص شوف الخبره، المره دي يسلمها، واحمد فوزي بعد ما تصدى لاربع انفرادات لنانا بوكو. فؤاد سلامه من وضع الحركه يلعب كره عرضيه راسيه تاني هنا عند نانا بوكو، جول نانا بوكو، يضع الهدف الاول لفريق اهداف. مشاهدينا الكرام في الدقيقه 14 من شوط المباراه الاول، واحد اتحاد الشرطه. محمد بسيوني، عرضيه من بسيوني، فين الراسيه وتوصل لاحمد جمال، ونانا بوكو، نانا بوكو والهدف الاول. سد معاناه النصر من الاهداف اللي بتدخل داخل الصندوق، مفيش مراقبه تمام، مراقب، ادي الاعاده تروح لنانا بوكو، وهدف سهل جدا جدا. محاوله الغندور، الغندور يجري بيها نانا بوكو، نانا بوكو بيحاول لكن يخرج، وخطا وخطا وخطا، والهدف الثاني خطا من احمد خطاب، والهدف الثاني لنانا بوكو. مرشي انه يمسك احمد خطاب او يقدر يلعبها او يشتت، جل خطاب، نانا بوكو استغل هذا الخطأ ودخل، ويعني استنى على مهله خالص ولعبها في المرمى. تكمل هجمة بالابيض او بالاحمر، هنا بالابيض، هنا بريم الهلالي والحطة، وخطيرة 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 وجول، وخطيرة وجول، الله. بالغاني والغاني، الغاني يعزف اجمل الاغاني بكرة الواحد واحد. بص شوف نانا بوكو، شريف اكرامي يمنى، ترجع مرة تاني، والله على اللقاء، الله على اللقاء. ده كورة ايه؟ ده هدف كربونا، صورة طبق القص من هدف النادي الاهلي. اذا مشاهدينا عاد الضربة الركنية تتلعب على طول، عالية وراسية وراسية، والهدف نانا بوكو أخيرا. نانا بوكو بقول لحضراتنا، أنا أعلى من الجميع، نانا بوكو اللاعب الغاني، ولعبها على شمال مصطفى حسن، أدي اللعبة تاني، وأدي فرصة كرة الهدف اللي تعادل بيه فريق إنه عايز يخلص اللقاء قبل ما يوصل لركلات الترجيح من نقطة الجزاء. أدي لاعب نانا بوكو، نانا يحط بينية، تسلل غير موجود، هدف تاني صبح، هدف تاني، هدف تاني، أوه. يلعبها أمامية عالية، استلام من نانا بوكو في منتهى الخطورة، وعامر عامر صدت المباراة، صدت المباراة لحد عامر، كانت كمان سريعة جدا. ادي اللعبة تاني، تتسقط من علي رابو، يستلم نانا بوكو قبل ما تنزل اتحاد الشرطة بيحاول يتقدم على رجل اليمين، بيسدد طار.
صدت بالقدم اليمنى اللاعب نانا بوكو وكاد في التسجيل للهدف الثالث لنادي اتحاد الشرطة. بص شوف بيعمل ايه، ولكن بص شوف الحارس المتألق محمد فتحي. يا ولد يا محمد يا فتحي، حارس مرمى بدرجة يوسف بسوني الاستلام والكنترول، هيحط البينية هتعمل انفراد. وادي اللاعب نانا، نانا هيعدل، نانا هيعدل يا ما عدلش. الراجل كان هيعمل التعادل. رسام بص شوف يا ولد، يا سلام، هنا حطها، ضربه هنا، ضرب هنا الديفنس كورو بالبينية الجميلة، والراجل ركنها فيها فكر طبعا، لكن ما فيهاش اتقان. كان ممكن يلعب يسدد في المرمى بقوة. طولية على طول لنانا بوكو في ظهر دفاعات النصر، مشكلة كبيرة، ما يخرجش حسام ثروت. مش ممكن يا نانا، مش ممكن يا نانا يا بوكو. شرطة والغضب العارم ايضا لانتهاب الكابتن سيد عيد. ادي اللوك تصرع فيها نانا بوكو، غضب من الكابتن سيد عيد من الحارس عصام ثروت لانه ما طلعش. نانا بوكو مش ممكن يلعب يعني اللوك يعني، لكن يعني هي لقطة جمالية. عصام يلعب كرة طويلة تعمل بنت تعدي تبقى فيها خطورة، نانا بوكو عدوه يا ولد يا احمد يا مسعود. عنده شوف كرة مرة تانية، كرة نانا بوكو اصطادها نانا بوكو وخدها على صدره وحط من 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 لمسه واحده. شوف مره تانية الكوره استلم وحط حلو، هي ما تتلعبش افضل من حاله فنيه وبدنيه عاليين جدا اتحاد الشرطه. وادي نانا بوكو الخطير جدا المزعج، هيحط جسمه تبقى جول، هيحط جسمه تبقى جول، لكن شريف اكرامي يا ولد يا ولد عليه. من 9 لقاءات تعادل في لقاء وحيد كان امام الحرس وهزم في 8 مناسبات. ادي نانا بوكو وتصويبه لكن على يمين على طول عصام حريف. يا جماعه ريكو لعيب حريف. عند نانا بوكو السريع ينطلق نانا بوكو، هيقف على الكوره هيربط مع ريكو مره ثانيه، لكن فضل انه يسدد في المرمى عند شريف اكرامي. سيكون اول تغييرات العشر في لقاء اليوم. نانا بوكو يستلم في مساحه، عنده السرعات وعنده الامكانيات، لكن ابراهيم يحيى زي ما قلنا مسمار في خط الظهر، خده في ظهره كده علي امبي الظهير الايمن اللي هو احمد صبحي قفله تماما او خلص عليه تماما. خالد القماش ادي فرصه هدف ثالث، لكن عرضيه نانا بوكو كانت يلعب على الارض تاني. لنا بوكو، نانا بوكو لباسيوني لنانا ناحيه الشمال، حطها هنا لمحمد فوزي. احمد جمال يطلع كورته على طول للمزعج نانا بوكو، واحد على واحد. حموده عنده سنه بطء، حموده عنده بطء نانا، لكن على طول ينقص حموده سمير. اللي فاتت نانا بوكو بسرعته يقدر جدا وجدا يتفوق على حموده سمير، لكن تنشق الارض عنه. نانا بوكو هاتوا خد مع عادل داخل، لكن على طول يلحق ويشتت حاوله يرد على طول هنا احمد جمال عند نانا بوكو، عدى وفات نانا وانطلق نانا بوكو يقف على كورته. المهاجم الاساسي في فريق حارس الملعب قل شويه اسامه عزب، لكن مين بقى يدخل يلعب اماميه؟ نانا بوكو من اتحاد الشرطه يلعب لصلاح كيزين ناحية الهجوميه في النادي المصري. نانا بوكو يقطع، بدأوا يلعبوا بأعصاب هادية فريق اتحاد الشرطة. ريكو وادي العرضية من فؤاد تعود إلى الخلف، وادي تصويبه، ولكن بين أحضان الحارس اللي بيمسكها على مرتين وفي منتهى الخطورة لاحق نفسه.